السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف مالي؟ معكم ماجد مقاعد ماجد شايدر عزي. طبعا اليوم شباب جعتكم فيديو ما راح يكون تجارة او سكابل تشالنج نفس ما تبعتوا. اليوم جعتكم فيديو جمعة سوداء، كيف تربح كوينز في وقت جمعة سوداء او بلاك فرايدي. اذا تعرفون بعد اسبوع او اسبوعين راح تنزل، حيكون بلاك فرايدي. بالباك فرايدي راح تنزل باكجات 100,000 35,000 كوش، كل انواع الباكجات راح تنزل، وراح تكون تفتح باكجات، معناها تفتح باكجات بشكل غير طبيعي، راح ينزل اسعار الماركت بشكل يعني ما متوقع، يعني حيكون اللاعب عندنا كم لاعب حيكون نص السعر حينزل، يعني راح تقدر تربح كوينز اذا تشتغل صح. وحطيكم نصائح يعني كيف تشتغل صح وكيف تربح كوينز برايي، يعني العام الماضي سويت هاي الطريقه وربحت. اول شغله بيع كوشي عند الفريق، يعني بيع كوشي عند الفريق، انا بيع كوشي تقريبا عندي تقريبا 570، عندي كم لاعب دي معهم تقريبا قلت 580,000، عندي 600,000 حوصلها قبل بلاك فرايدي، راح تيجي حوصل 600,000. ليش تبيعون كوشي؟ لانه قبل ما راح يجي بلاك فرايدي راح يكون ماركت كاش، حيجي قبل ما يجي بلاك فرايدي. ليش؟ لان اليوتيوبرين الكبار، يعني مو اني، يعني انا ما عندي هواي ناس سبسكرايبر، لكن مثلا عندهم 1.5 مليون، مثلا بنفس بيستن ما ادري شو اسمه، هذا الاجنبيين ذولا من ينزلون راح ينزل ابو الماركت، الاسعار راح كل حيبيع، لان كل الناس يتفرجوهم يبيعون نفس المطين. فانتوا هسه اشتغلوا هذا الوقت، بيعوا كل اللاعبين مالكم، لانه هسه انا اقول لكم انا مو ناس حيتابعوني، فما راح يصير ماركت كاش قوي، لكن بنفس راح ينزل اسعار الماركت كل شيء. فانتوا كيف تربحون بهاي الطريقه الكوينز؟ انتوا ما راح احكي، اكيد ما راح تشترون قبل بلاك فرايدي، انت راح تشترون بوقت بلاك فرايدي. فانت اقول لكم بيعوا هسه عمود لا تخسرون هواي كوينز. فعندنا جبتكم كم لاعب تقدرون تشترونهم بالوقت التفتيح باكجات بلاك فرايدي 100K و50K باك، جبتكم كم لاعب تشترون تربحون كوينز بيهم. عندنا اللاعب الاول اتوقع اكثر اللاعب راح تربحون بكوينز رونالدو سانشيز العادي، طبعا اكيد سعر رونالدو سانشيز 12,000، لاعب كلش ناس يحبوه، طاقته 78، ايش طاقته 78 راح يكون حيز، يعني اتوقع بالباكجات يعني راح كوما انا صحيت اسوي له باك، لانه طاقته 78 لاعب قليل، يعني تفكروا بهند كي باك، كم لاعب حينزل 78 حيطق طاقته، وكم لاعب حيكون رونالدو سانشيز، العالم راح يبيعوه بسعر رخيص، عمود يبيعون يخلصون منه، راح ينزل سعره. فالتحاول اتوقع سعره راح ينزل 7,000 6,500، وخذ لك فد، والله ايش قد ما عندك كونز، خذ لك فد، اذا عندك فد 20,000 خذ لك فد نسختين، او ما انصحك لانه انت عندك كونز قليله، اذا ما عندك كونز قليله سجبتكم لاعب كذا تقدر تربحهم بي. لكن رونالدو سانشيز يعني اللي عنده مثلا 50,000 وفوق انصحكم بي، اذا عندكم فد 50,000 خذ لك فد 3 نسخ او 4-5 نسخ رونالدو سانشيز تربح بي. كانتي الناس اللي عندهم اخي كونز بقدي، كانتي سعر كانتي طبعا كانتي الناس يحبوه، تاخذه واحد من راح يكون باك جات، اكيد راح يسوي له باك هواي، سعره 40,000 متاكد من هالشغله، سعره راح يصعد ينزل الى 25,000 او 21,000 متاكد. انت خذ اذا عندك، يعني انا حاخذ لي فت اتوقع فت 4 كانتي تقريبا حيكلفني 100,000، سعره هو لك ان شاء الله ادبل الكوينز. عندنا ايسكو للناس اللي ما عندهم كوينز ابدا، اللي عندهم 20,000 انصحكم ايسكو، سعر ايسكو حاليا تقريبا الماركت اتوقع فد 5-6,000 او 7,000 اتوقع. فكل عليكم تسووا انه تشترون ايسكو بالهاندر كباك، اشتريكم فد 15 نسخ ايسكو، اشتريكم بالبلفين، بانتظروا فد اسبوع ونص، بيعوا حد دبلون كوينز مالتكم ان شاء الله. عندنا جيمي فاردي اكيد الناس اللي عندهم كوينز مثلا نفسي ويعني عندكم فد، عندكم فد فوق ال 200,000 جيمي فاردي سعره تقريبا هسه 50,000، راح ينزل سعره اتوقع بده 30,000، وانا راح اجيب لكم نسخه منه اشوف وش الباكت ينزل، ويعني اذا باكت اكيد راح ينزل سعره اكيد من حيصعد حبيعه حسب الاسبوع. الوقت ايش كنت تنتظرون؟ انتظروا في الاسبوع على اللاعبين ذولا راح ينزل، او اسبوع بالويكند ليك، انت شو وقت تشتري اللاعبين يوم الجمعه، انتظروا للجمعه اللي وراها،
يعني انتظر اسبوع واحد بس، يوم الجمعه الورا ابيعوا، لانه راح يكون ويكند ضيق، فهذول اللاعبين كلش مشهورين الان، انا بحبوهم، خاصه كانتي رونتو سانشيز اكثر لاعبين يعني بال يعني الناس يستعملوهم، فراح يصعد سعرهم اكيد بالويكند ضيق. انت اخذتهم بسعر كل شيء رخيص ببلاك فرايدي بالويكند ضيق، بعد ما خلصت الباكجات خلصت كل شيء، لكن الناس حطيت تسوي تشكيلات عم يلعبون ويكند ضيق، راح يشترون اللاعبين وتربحون بهم كوينز. فهاي الطريقة يا شباب، اتمنى افتهمتوا، يعني اتمنى بعد ما اسوي مثال المقطع انك تشيل سعرها من 15 وفوق بيع تشكيلتك، او لا خلينا نقول من 30,000 وفوق بيع تشكيلتك، شوف كم عندك كوينز، بيع كل كونتراكت عندك، كل فتنس والله جيبوا سعر، شيك كل كيت عندك بالفريق، شيك كل شيء بالفريق عندك ينباع، شيك يجيب ترى سعر وبيك تربحون كوينز. واتمنى افتهم الطريقة، ومكم اخوكم ماجد، وماجد شهيدر اتش دي، واتمنى ان صفحت 50 لايك، و اتمنى تسوون هاي الطريقه تربحون كوينز. اذا ربحت كوينز اذا حتسوون هاي الطريقه اكتبوا لي بالكومنتات. كون اخوكم ماجد، وماجد شهيدر اتش دي، ونشوفكم في حلقه جايه. بيس اوت.